مشاهدينا مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم دار ديزاين، برنامج ديكور والديزاين. هاد الأسبوع اختارينا أننا نتكلموا لكم على لو كارلاج. مؤخرا ما بقاش كيتستعمل بزاف تغذية الأرضية البيوت، والناس ولاو كيفضلوا أنهم يوضعوا لو باركي رغم المميزات ديال لو كارلاج. فقرة فويا بخي، فاحنا غادي نقوموا بإعادة ديكور ان سيجور، وغادي نشوفوا شنو الأفكار اللي غتعطينا مصممات الديكور. وفي نهاية الحلقة غادي ناخذكم في جولة في مدينة الدار البيضاء، غنتعرفوا على اون بيل فيلا اللي تم البناء ديالها في سنة 1910 في ان كارتي ار ديكو. خليكم معنا. لو كارلاج كيتستعمل في تغطية جميع أرضية البيوت بحال المطابخ، الحمامات، لي زونطري وحتى الفضاءات الخارجية. كنلقاو بأحجام مختلفة وبديزيفي بحال الخشب، لو بيتون والاردواز. شنو هو الجديد ديال لو كارلاج وشنو الكارلاج اللي نختاروا لكل فضاء في البيت ديالنا؟ هادشي اللي غنتعرفوا عليه من خلال الريبورتاج. سيراميك كان ومازال من أهم المواد اللي كنستعملوا في بيوتنا، وفي كل فترة كنلقاو فيه أشكال وألوان اللي كتواتي ديكور كل قطعة في البيت. كاينة تشكيلة كبيرة ديال الجليج. أولها هو الكومباكتو اللي هو لا بودغ دو مارب كومبريسي، يعني الغبرة الرخام مضغوطة سي فولي. كاين لو غري سيرام. كاين تشكيله كبيره تبارك الله هذا العام، لي طون سون فيغ تو سكي صوبر فيغ لو غري لو نوار انتراسيت. اون ترافاي بوكو افيك لي كارو اسبي اردواز تو سكي اسبي تحجات. احجام السيراميك كتختلف والالوان كذلك، وهذا التنوع الكبير كيعطينا امكانيه تنويع ديكور البيت. لي سيري لي جداد عندنا في الجليج هما ديكارو كبار زوينين في الحطه ديالهم في لي سال دو بان، سا دون واحد لو شارم. وهاد لي زومبيونس ولا لو روج لو فير لورانج سا فو دير لا كولور سومو، هادشي لعب لهم زوينين بزاف. الوغ تبقى دائما لو غري لو نوار لو بلون هما الالوان اللي شائعه هاد الايامات. الناس ولات كتمشي بزاف في التشكيله اللي هي مات، سادير ان كارو اللي ما تيبريش. المطبخ والحمام قطعتين أساسيتين لازم نستعملوا فيهم السيراميك. نتعرفوا جميع على الجديد الخاص بهم. بالنسبة للكوزينات الناس ولات شوية تقدمات ولات تتعرف، قبل ما تختار جليج ديال الكوزينات الحيط تتحاول تقلب على لي زيليمون لا كولور اللي غتعمل في لا كويزين. الوغ بالنسبة للكويزين عندنا واحد التشكيلة اللي زوينة بزاف، وقدر الإنسان يدير غير واحد لو جو دو كولور، يعني يلعب بالألوان كيف ما بغى. مؤخرا الناس ولاو تيمشيو بزاف الحاجة اللي هي سامبل، يعني ما كاينش بزاف ديال ديكوراتيف، ما كاينش دائما تيبقى جليج سامبل هو اللي طوندونس ميتنون. فوالا الحمامات كيبقى على حساب، لان مثلا اللي كنخدموا فيه في لا سال دو بان بارونتال ماشي هو اللي كنخدموا فيه لا سال دو بان انفون. باغ كونتخ تاني لا سال دو بان في ماشي هي سال دو بان غارسون. لي سال دو بان ريسبسيون لا ميم شوز، غير لا سال دو بان ريسبسيون كتبقى دائما اي حاجه اللي كتبري كتبقى هي اللي شائعه في السوق، يعني الحاجه اللي ما كتموتش. كما كنقولوا حنا لو كومباكتو بريون، يعني لي اسبي ماب اسبي فوليبيليس ولا اسبي كريما مارفيل ولا هذا هو الـ وكيف قلت يعني الناس حاليا تيتمشاو في الحاجه اللي سامبل. كاين الناس اللي تيجيو عندنا تيبغيو لي كارو تيبغيو لي سال دو بان تيجيو داوين، il cherche des couleurs l'aspect rkham في البيج في البلون كارا. كاين دي جون اللي تيبغيو هاد لا توندونس اللي ولات جديده لاردواز، تيبغيو كلشي اما غري اما نوار. سيراميك الموحد او سامبل كيبقى الاختيار الافضل، لكن حتى الرسومات كيضفيو جماليه خاصه على الديكور اللي اختارينا. بالنسبه للاشكال ديال الجليج كاين لا توندونس مثلا نقدروا نقولوا مثلا في لي فريز، لان لي فريز ما بقاوش مي ولاو دي بيس ديكوراتيف سي دي موزايك سوفون سوا اون بات دو فير ولا دي موزايك اون اينوكس ولا فوالا سي 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 لا توندونس سورتو بور لا سال دو بان. لي موتيف لي ولاو دابا في هاد لا سيزون ولاو تيعملوا لي موتيف لي فيهم لي غوزاس، بحال كاين اللي تيعشق يعمل اون غوزاس من الفوق حتى الاكد في الحمام، كاين اللي تيعمل ان بانو كاريمون، كل واحد والبيدجي تاعو. كاين اللي تيبغي داكشي نوتر ما يكونش فيه لي كولور بزاف ويستعمل غير لون واحد. والناس تعطات عاوتاني شويه الباركي لو كارو فو باركي، علاش؟ لان تتعرفي حنا المغرب ديالنا ماشي ان بيشو،
زعما فيه لو فوا البلاد سخونه ما تحتاجوش داك لو فري بوا ماسيف تعملوا لو فو باكي في لي شامبر تعطي واحد المنظر مزيون. اختيار حجم وجوده السيراميك امران ضروريان لازم ناخذهم بعين الاعتبار باش نستافدو من منتوج ديزاين معقول في الثمن سهل في لونتروتيان وكيدوم لمده اطول. الوغ مي كتكون المساحه دائما كبيره يعني الانسان تيقدر يختار الكارو كيف ما بغى 60 60 80 80 لان لو كارو كيبقى ملي كيكون كبير كيبان بلوس نوبل. مي ملي كتكون المساحه صغيره يعني كتكون ديك لا كونترانت هذا من الاحسن الانسان تبقى في 30 60 45 45 فوالا مي لي كارو يعني مستطيل يعني ريكتانغولير تبقى دابا هو اللي على مود سي فوولي. البرودوي ديالنا كلو تنجيبوه من الاسبان كاين تبارك الله لي فورم بزاف كاين 20 50 كاين 30 60 كاين 40 60 كاين 1 متر سور 1 20 يا تو بودجي سي ا بارتير دو 120 درهم وانت ماشي حتى ل 600 حتى ل 700 درهم سافا دير الشاري لو بري اللي تيطلبو تيلقاه. هاد الاسبوع اتصلت بنا عائله اللي بغات تقوم باعاده ديكور سيجور ديالها اللي موجود في الدخله ديال البيت. هاد الاسره خلقت منه جوج ديال الصالونات اللي ما مستعملينش بطريقه صحيحه. نشوفوا شنو هما النصائح والافكار اللي عطاتنا مصممه الديكور من خلال الصور. اتصل بنا اليوم ان جون كوب اللي عنده ان سوسي داجونسمون في لو سيجور ديالو. اجوا معنا تشوفوا اش غنديروا. حنا متواجدين اليوم فواحد لو سيجور وكي كتشوفوا معنا الاثاث ما مستغلش مزيان. كان واحد لو كنابي تحت التلفازه وبلاصتو ماشي هي هادي وفهاد الدار كامله ما كاناش بلاصه خاصه لا صالا مانجي. غنحاولوا نجيبو ان صالا مانجي مواتمه هاد ليسباس. هاد السيمانه غنخدمو على ان سيجور وغنحاولوا نعطيوه بلوس دومبيونس بان تيم جانغل. غنخدمو واحد لا صالا مانجي كلها بالخشب ماسيف تكون على شكل طبله وبون وغنزيدو فلاكس ديالها واحد لو بابي بان احمر اللي غيجي مع لو شومان دو طابل اللي غيكون حتى هو احمر. بوغ ان اسبري جانغل غنسقو عواد ديال القصب فوق واحد لو ميغواغ اللي كان في الدار وما مولمش لا ديكو ديالنا. في لا ديرنيغ توش دو ديكو غنحطو واحد لو طابلو ديال واحد الفنان مغربي اللي كيمثل النباتات وغيوالم لو تيم جانغل ديالنا. وصل وقت الاشغال وشرعنا في اخلاء الفضاء ديال لو سيجور اللي غادي نخدموا اليوم. زولنا كذلك مصادر الاضاءه وليزانتيربتور باش ما يزعجوناش خلال العمل. الاشغال غادي نبداوها بالجدران فمن بعد الحمايه ديال الاركان حطينا صباغه في اللون الابيض والغرض هو اعطاء اضاءه جيده لهذا الفضاء اللي كان من قبل مغموق باللون الاحمر واللي كان مضيق النظره. اعترنا كذلك على شقاق في جهات عده ديال الحيوط واللي صلحناها بخليط ديال لوندوي باش نتاكدوا من السلامه ديال الجدران. حطينا اخيرا الكوش الثانيه ديال الصباغه البيضاء وما نسيناش السقف اللي عطيناه اون توش ديال اللون الابيض باش الاضاءه في الفضاء تكون متوازنه. بونجور صافا صافا الحمد لله ميرسي صافا الحمد لله الله يخليك. بغيت نحط ان بابي با ونحتاج اون كولور روج روز بحال هكاك ونفضل يكون اوني اوني سان موتيف. فوالا كاين هاد الروج واخا مزيان يمكن نشوف شي حاجه اخرى يكون عندي لو شوا. فوالا داكور جو بونس لو كان هذا هذا وي هادو لا توندونس اليوم دي كولور سي فري وي. ميرسي نورا جو فوز ان بري شكرا افيك بليزيغ. مرينا لمرحلة وضع البابي بان اللي اتخذت فاطمة الزهرة. فاللون ديال هاد الأخير غادي يكسر لنا الرتابة ديال الفضاء بدون أي تأثير على الإضاءة أو المساحة ديال السيجور، كما أنه غادي يسطر لنا المنطقة اللي غادي نخصو لها لا صالا مونجي وغادي يزيد في العلو ديال الفضاء. انتهينا الأشغال باسترجاع لي بريز أو لي زانتيربتور اللي زولنا من قبل وشرعنا في التثبيت ديال التريال اللي خصصنا لهذه المنطقه. فمصممه الديكور اتخذت موديل شيك وديزاين
عبارة عن نصف أسطوانة مشبكة، والغرض هو أننا نخلق كونتراست مع الديكور اللي بغينا نحصلوا عليه. مساء الخير يا زين. لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله. الله يخليك، هنا كنوجدوا واحد لاصالة مونجي، وعندي صالة مونجي افيك دي بون، ياك في الجلسات، غنحتاج هذوك لي كوسان ديال الكلاس، وان شومان طابل، ودي سيرفيات، كليكسيوني ديال الشانتيون. واخا، مرحبا. دونك عندنا التيسي اللي تصلح لي شومان طابل، تيسي سيرفيات. دونك لابالي دي كولون هي هادي. واخا. غنحتاج ان روج بريك بحال هذا غيمشي مع هاد لوميغ. دوك هادو بور لي اسيز او شومان طاب، غيت خاصني دي سيرفيات، ولكن بغيت نهرس، بغيت دو بلون كاسي. داكور، ديسبونيبل. في لا طوال نيت. دونك وي، هادو هما لي كولون كي سون كلير ان بو. داكور، جو فالي سور دو كريم، هادا ابان بلون كاسي حتى هو غيجي معاه. مزيان، دوك اون فاغ على 8 د الناس، دونك 8 سيرفيات. 8 سيرفيات، داكور. سي بون؟ سي بون. ميرسي بوكو. دوريان. بون كوراج. الورشة ديال هاد الأسبوع غادي نحتاجو عدة علب ديال الألومنيوم، نباتات خاصة بالداخل، ثم قطع ديال ورق الجرائد، والغرض هو الحصول على حائط نباتات أو ميور فيجيتال. العملية هي جد سهلة، فتنشرعو في ثقب العلب ديالنا من الخلف أولاً، ثم تنوضعو في قلبهم النباتات ديالنا بدقة. فاليوم وضع دي ميور فيجيتال في البيوت ديالنا أصبحت عملية اللي توندونس، واللي يمكن أي واحد يصوب في البيت. خاصنا غير نعرفوا ان السقي ديالهم تيتم بوضع العلب ديالنا في الباسين ديال الماء، عوض انهم يتسقاو بطريقه تقليديه بحال لي بو. للتأتيت ديال لا سالا مونجي، قرر الفريق باش يستغل الابداع ديال الصناع المغاربه ديالنا، فتوجهنا لاتوليه ديال النجاره باش نصنعوا فيه طابلا مونجي اللي فريده من نوعها. فلهاد العملية استعملنا بوا ماسيف من نوع بوا بلون، واللي معروف بالمزايا الطبيعية ديالو. فباش نحافظو على هاد لاتوش ناتوريل، ما صبغناش الخشب ديالنا، بل حافظنا عليه بوضع كوش ديال الفيرني، وخلينا له اللون الشين الطبيعي ديالو. من ناحية التصميم ديال الخشب، اختارنا اننا نبقاو في موديل لي سامبل، عباره عن طاوله ديال لي كونتين، والغرض هو اننا نخرجوا شويه على لي موديل كلاسيك اللي تنوجدوا في الاسواق اليوم، ونحترموا لي فورم ديال لي طابل اللي يمكن نوجدوا في لي فوري او لي جانجل حسب لو تيم ديال الديكور ديال اليوم. بخير عز الدين. بخير. لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله. دوك وجد كل شيء؟ وي. D'accord, c'est exactement la couleur hybride. Voilà. Merci beaucoup, Eddine. Merci. Pour ma yadik. À très bientôt. À très bientôt. اغتنمنا الفرصة ديال الأشغال باش نستغلو مرآة اللي قديمة اللي كانت موجودة في البيت، اللي مازال في حالة جيدة، لكن ما كتوالمش الديكور جديد ديال الفضاء. فشرعنا أولا في الإزالة ديال الغومبوغاج القديم اللي كان في الجوانب ديال المرآة. حمينا الزجاج بقطع ديال البلاستيك، ثم صبغنا الخشب ديال الكادر باللون الأبيض باش يتناسق مع صباغة الجدران ديال القطعة. التقنية كتمكننا باش نغيرو تماما الشكل ديال الأكسسوارات ديالنا. التغيير كذلك يكون مناسب للديكور والذوق ديالنا، كما أننا كنساهمو في الغوسيكلاج والمحافظة على الأكسسوارات اللي عندنا قديمة في البيت. اتخذنا أخيرا أغصان ديال القصب، ولصقناهم عشوائيا فوق الخشب بواسطة اللصاق ديال البيستولي. فالغلو كينغ ديال الأتات والأكسسوارات صبح طوندونس، ومستعمل كتير هاد السنوات الأخيرة عند مصممي الديكور. مرينا التأتيت والديكور ديال السيجور، فوضعنا أولا سيبور ديال التلفازة اللي فيكسينا في الجهة اللي غادي تكون خاصة بالسرقة، بينما توجهت مصممة الديكور لمحلات خاصة باختيار الأكسسوارات.
Sarah, ça va, vous allez bien? Très bien, merci. Rachlik, j'aurais besoin de conseils. J'aménage واحد le salon, un séjour où on dit un thème jungle, où on va faire une console. Rachlik. Très bien. On va mettre une console en verre. Alors, ce que j'aurai comme console, j'aurai celle-ci. D'accord. Qui est en verre trempé. D'accord. Verre blanc trempé, 10 mm. Waha. J'aurai également en transparente. Waha. Alors, j'aurai celle-ci. لا غن في فير ترانسبارون غن فضل هذيك لي بيضة لي بيضة من الأحسن من الأحسن الأحسن اللي الديكور اللي بغيت ندير غن نحتاج un peu de branche un aspect jungle شنو ممكن تنصحني؟ alors اللي يكون عندنا دي branche torsadée comme celle-ci oui ou celles qui sont plus loin si vous voulez les voir oui non c'est bon غن نحتاج ممكن جوج بحال هذا واخا واخا et ça fait c'est tout حان وقت التأتيت والديكور فالفضاء الخاص بالاسترخاء وضعنا فيه كنابي طابل باس ثم كونسول لجد ترافق السيجور ما نسيناش لمسة طبيعية خضراء عبارة عن بلان دانتيريور كبيرة واللي وضعنا جنب النافذة أكدنا كذلك على لو تيم جانجل بوضع الورشة اللي صممنا من قبل مباشرة فوق البابي با. الغرض ديالنا بهذه العملية هو تكسير رتابة اللون الأحمر ديال الورق وفي نفس الوقت تسليط الضوء على هذه القطعة باستعمال نباتات خاصة بالداخل اللي كتساهم في تصفية الهواء مثل لو ليغ أنجلي أو لو كروتون. لا طابلا مانجي خصصنا لها كذلك لانج دو طابل اللي متناسق مع لون البابي با. واللي يناسب بالفعل اللون الطبيعي ديال الخشب ما نسيناش المرآة اللي طرح عليها غولو كينغ واللي حطينا في الحائط على العرض باش تزيد تكبر لنا النظرة ديال الفضاء اخيرا لمسات ديال الالوان والورود جات ترافق الديكور والتاتيت وحطيناهم عباره عن لوحات فنيه او سيده صغيره فوق الكنابي او حتى كاكتوس اللي وضعناه فوق لا طابل باس ديال السيجور كتلاحظوا معنا سالينا الاشغال في هذه الغرفه درنا اون بارتي سيجور اون بارتي سالا مانجي و بلاستوس ديكو اون اكسنتوي لو تيم جانغ اللي اختارينا في الاول حطينا دي كوسان فلوري و دي برانش دو بوا باش نعطيو ان كوتي سوفاج اي ناتوريل لهاد ليسباس ديالنا استعمال عدة اكسسوارات طبيعية بحال الأغصان الورود أو الميغ فيجيتال كنكونو حصلنا بالفعل على لا تيماتيك ديالنا اللي كدور حول لاجان إلا بغيتو حتى نتوما تشاركوا معنا في فقرة افون ابري ما عليكم الا تصل البرنامج عبر الهاتف ولا البريد الالكتروني ولا تسجلوا في صفحة البرنامج على فيسبوك وفريق دار ديزاين غيجي حتى لعندكم ويحل اي مشكل متعلق بديكور البيت ديالكم
هاد الاسبوع الجوله ديالنا غتكون في مدينه الدار البيضاء باش نتعرفوا على مكان تم البناء ديالو في القرن العشرين. هو كيمزج ما بين لو ستيل ار ديكو ولا غاسترونومي فرانسيز. هاد المكان تحول لمطعم اللي ولا معروف بالاكل ديالو المميز والديكور المميز كذلك. خليكم معنا. المطعم لوغوجي اللي في مدينة الدار البيضاء اصليا كانت دار تبنات في 1910 ومن بعد تصلحات في الثلاثينات، وفي 2002 جا واحد النصارى مسيو مدام فيو كراو الدار وداروا بها المطعم. ملي كتقلب على ريستوران على مطعم كتبغي شي حاجه عنده تاريخ عنده خرافه اللي يعاود، وهاد الدار عندها خرافه وعندها التاريخ ديالها، وخاص هاد الشيء كله اللي كان فيها اللي ديما كان هنا اللي تيصوب الدار خاصو عاوتاني يخرج اليوم باش الناس اللي تيجيو المطعم ديالي يشوفوا شويه ديال لار ديكو ويعرفوا ديال هاد الحوايج ديال زمان اليوم، واخا الا صوبناهم شويه نخلوهم يكونوا ممتازين. ملي خديت هاد الدار في الاخر ديال 2011 الدار كانت شويه عيانه وشويه شارفه، دونك ما درناش بزاف ديال الخدمه فيها، ولكن هويناها شويه. كانوا شي حيوطه كانوا نصارى طلعوهم في لاغروند سال وما كانوش من زمان طيحناهم، هكا كنكبروها شويه. كان الارض ديال الجرده كان مصوب واحد الحجر كبير ما شادش مزيان حتى هما حيدناهم، وعاوتاني خدينا بحال داخل الدار كلها مصوبه بلو غرانيتو بولي، حنا درنا شويه الغرانيتو لافي في الجرده باش يكون كما غابيل بين الداخل والجريده. par rapport à l'intérieur aussi هاد ليتيكيت ار ديكو اللي عندها الدار ما كنتش بغيت نتلفها، دونك كاين واحد الخدمه ديال القبص في لا فاساد اكستيريور والداخل اللي كانوا حتى هما شويه عيانين، جينا صوبناهم نقيناهم درنا لهم الصباغه باش يبانوا اكثر. بالنسبه للتأتيت في لا غراند سال الشلي والطبالي بقينا في واحد لو ستيل كلاسيك براسري فرانسيز، اللوان بحال اللي تشوفوا الاحمر والرمادي. بور لي ريدو حتى هما كنا بغينا شي حاجه براسري فرانسيز، كاين بزاف ديال لو بوردو بزاف ديال الاحمر، دونك خدينا دي لون ريدو حمر هابطين حتى الارض. حطينا الزرابي اصليين مغربيين باش نعطيو سي توش ماروكان للمطعم. كاين كذلك واحد الفضاء خارجي هي الجرده، الاتات مصوب من الفيغ فورجي كلاسيك، خدينا اللون خضر باش يكون عنده واحد اللون طبيعي شويه، وباش الزائر اللي يجي عندنا يستفد اكثر من الايام المشمسه في الدار البيضاء. عندنا واحد الفضاء اخر اللي تيعجب بزاف الزوار هو واحد الصالون اللي عندنا الفوق، وهنا بدلتها وصوبنا واحد الصالون بريفي avec des canapés, تلفازة، واحد لا طابلا مونجي اللي تاخد حتى ل 18 لواحد، والناس ملي تيجيو بيناتهم ولا اون فامي تيبغيو يطلعوا الفوق ويكريو هذاك البيت. انا تعجبني بزاف الفن، وكنت بغيت في هذا المطعم ديالي نوري شويه شنو اللي تعجبني، لي شوز كلاسيك ستريت ارت د لا فوتو. دونك في لاسال برينسيبال كاينين واحد لوائح كبار ديال ستريت ارت ديال دي زارتيست بحال ياسين مكناش، تانك فاو، اوليفيي كاتي. تعجبوني aussi les classiques ديالنا ديال المغرب،
بحال فريد بالكاهيا وزاني شي ناس لي ان بو بلو جون كو كوم هشام بن وحود تعجبني aussi لا فوتو دونك لا فوتو عندي اختي اللي تتصور بزاف وهي مهندسه في باريس ودقباج ليلى علوي كي حتى هي فوتوغراف مغربيه تخدم بزاف في الدار البيضاء فرنسا في لبنان جميع الانواع الفن التشكيلي اللي تعجبني تنعرضهم في المدار حلقتنا وصلت للنهايه ديالها كنتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معنا واستفدتم النصائح اللي قدمنا لكم ما تنساوش تبعثوا لنا باي سؤال ولا اقتراح بغيتوا تشاركوا مع البرنامج بعثوا لنا كذلك الا بغيتوا فريق دار ديزاين يجي يغير ديكور البيت ديالكم خليتكم على خير ونتلاقاكم الاسبوع المقبل في حلقه جديده من برنامجكم دار ديزاين